جيران البنت اللي ضربت حماتها. قالوا لي يا لوزة انت مش فاهمة حاجة، مش شايفة حاجة، احنا اللي عايشين معاهم وعارفين البنت دي اتظلمت. قلت له مهما كانت اتظلمت ما تمدش ايدها كده على حماتها، ولا تضرب بقلب الغل ده، ولا تقدر انها تعمل كده، ولا انها لا ما ف... طب لو اتهمتها بشرفها؟ مين اللي اتكلم في شرف مين؟ الله، لا نسمع بقى الرسائل بتقول ايه، والناس اللي بعتوا الرسائل قالوا ايه. اسمع معايا، الرسائل بتقول ان البنت عايشه مع حماتها، ولما جوزها سافر فضلت عايشه مع حماتها. حماتها قالت ان البنت بتعمل حاجات غلط في الشقه وطردتها من الشقه. ده كلام الرسائل مش كلامي، حاشا وماشا. بنعرض اللي اتقال وعايزين نعرف الحقيقه، ان البنت اتطردت من شقتها بعد ما جوزها مشي، وان حماتها اتكلمت في شرفها بطريقه مش كويسه وطردتها ومشيتها، وان علي بيبعت المصاريف على امه، وامه هي اللي تدي مراته المصروف. يعني تروح تقول لها هاتي ايش حماته واديني ايش، وحماته بقى تقرر اذا كانت هتديها ولا ما تديهاش. وان في يوم الواقع ده قبلها بيوم البنت راحت لحماتها وقالت لها يا حماته ام علي ها اديني ياما كده مصروف. قالت لها انت عايزه مصروف وانت يا اختي لسه ما جبتيش موسم عاشوره وجايه تطلبي مصروف. قامت البت مروحة وجت تاني يوم جابت امها، قعدت على السلم علشان الحما منع البت تطلع وتدخل شقتها، ومطلع عنها كلام وبلاء ومحدش يستحمله، وكمان بتعاير البت بمرض عندها. ايه الكلام ده؟ معقولة الكلام ده؟ الزبين معقولة هتمنعها تقعد في شقتها؟ امال كان الفيديو على السلم ليه يا ام علي؟ هما مش دول ضيوف ياما؟ مش دول ضيوف؟ مش لما بيجينا ضيف ده اللي بنعرفه عن الاسلام اكرام الضيف، بنفتح باب البيت كده القاعة ونقعده ونديله واحدة كوباية شاي في الخمسينة، ونقعد نتكلم ونتفاهم مع قلب ذات بعضنا؟ من امتى ياما الضيف بيقعد على السلم وبنمسح عليه بالشرشوبة؟ يبقى الشق اللي بيقول ان حضرتك منع البنت تدخل شقتها، الناس دي مش كذابة. طب تعالوا نشوف الشق التاني اللي بيقول ان المصروف بيجي على حضرتك، نتأكد من ده ازاي؟ ببق ام علي نفسه اللي طلعت في فيديو من الفيديوهات وقالت انا قلت لعلي يا علي يا ابني ها اديها 3-4000 جنيه وخليها تقعد لوحدها في شقتها، هو المصروف بيجي عليك انت ليه يا ام علي؟ هو مش الزوج واجب عليه الانفاق على زوجته؟ جبته منين الانفاق على الزوجة ده يمر على الام الاول يا ام علي؟ ده الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما انفقوا. القوامة هنا بالانفاق، ايه اللي دخلك في الانفاق يا ام علي؟ ما جبناش سيرة الام في ان الانفاق يمر عليها الاول وتحدد تدي البت كام. طيب الحاجة قالت بعظمة لسانها ان الخناقة كانت علشان عاشورة، البت بتقولها انت ما جبتليش موسم عاشورة وانا مخطوبة. ده بلسان الحاجة ام علي، ما ده اكبر دليل يدينك يا ام علي، لانك انت بتقولي لامها فين الموسم بتاع عاشوره، بنتك لسه متجوزه من سنه ونص وما جبتلهاش موسم عاشوره، فكان رد البنت عليكي طب ما انتوا ما جبتوليش وانا مخطوبه. يبقى مين اللي طلب الموسم، ومين اللي اتكلم في الاول، ومين اللي استفز اللي قدامه؟ انت حكيتي نص الحكايه ام علي. مهما كنت داريتي عننا احنا، في رب هيحاسب خلقك وخلقها، وبكلمه منه سبحانه وتعالى اداها لابنك اسيره في بيته، يبقى يراعي ربنا فيها، مش يقفل الباب ويقفل البيت ويطردها لمجرد انه سافر ومشي وسايبها تحت رحمتك انت، تديها ما تديهاش، تاكليها ما تعمليها، ده بلسانك انت بتقولي، ده بتقول للبلد كلها ان انا مجوعاها. وتجوعيها ليه يا ام علي؟ تجوعي البيت ليه يا ام علي؟ ها تجوعي البت ليه؟ تتحكمي ليه في قوتها؟ تتحكمي ليه في رزقها؟ تتحكمي ليه فيها؟ وفي الاخر يرجع يقولوا ازاي عملت كده وازاي تمد ايدها على حماتها؟ ما ينفعش، لا يجوز مهما عملت فيكي. لكن انت ظالمه برضو يا ام علي، انت وعلي، انت وعلي ظلمتوا العيله دي حتى لو هي اخطات. مش في دوافع؟ هو البني ادم اللي بيغلط وفي بني ادم تاني فضل يضغط عليه او يزقه للغلط او يدفعه لان هو يعمل، ربنا مش هيحاسب اللي دفعه للغلط؟ ربنا مش هيحاسب اللي ظلمه فخلاه ظلم نفسه؟ هيحاسبك ويحاسب ابنك ويحاسب البنت انها غلطت،
ربنا امرنا بيننا وبين بعض بالرحمه والموده. فين الرحمه والموده يا ام علي وانتي متحكمه في كل حاجه ومنعاها تدخل بيتها؟ فين الموده والرحمه بينكم؟ ولا انتوا بتاخدوا من الدين ما يعجبكم انتوا بس؟ وبالوالدين احسانا، انا هبر امي وهطلق مراتي عشان غلطت في امي، وهاجي ابوس رجلين امي كده قدام الدنيا واخد اللقطه. بتبص رجلين امك قدام الناس ليه علي؟ مش دي لقطه خاصه يا ابني وحب وبر؟ انت مش بتعمل ده لله؟ انت مش بتبر امك عشان انت بتحب امك ولا عشان تاخد اللقطه قدام الناس؟ طالع للناس ليه يا اخويا وانت بتبص رجلين امك والكاميرات بتصورك؟ يا ابني الظلم ظلمات يوم القيامه. اقعد بينك وبين نفسك، اعرف انت عملت ايه في البيت دي خلاها اتهبلت كده. مفيش انسان بيتخلق مهبول. الظروف اللي بتهبل اللي قدامك، الظلم بيخلي الانسان يتهبل ويفقد السيطره على نفسه. مش بيقول لك فلان كان بعقله؟ كان بعقله زي الفل، ده كان دكتور. ومره واحده لو ماشي في الشارع بيسرح بيلحس كده في اكياس الزباله. ما هو من الناس ظلمته، من الناس ظلمته.